السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي معشر الموحدين والموحدات. تناولنا في الحصة السابقة التطير، ولماذا سمي هذا النوع من التشاؤم بالتطير؟ لماذا؟ أحسنتم، لأن مبدأ أن العرب كانت تتشاءم بالطير، إما بالغراب أو الوم، هو يقاس عليه من تشاءم به. أحسنتم، يقاس عليه من تشاءم بالقطة السوداء ونحوها. اليوم بإذن الله نتناول ضد التطير، ألا وهو الفأل. ومتى يكون هذا الفأل؟ هو الذي أمرنا به الدين الإسلامي وأمرنا به الشرع. أهداف درسنا اليوم أن تتعرف على معنى الفأل، ثم أن تبين حكم الفأل، ثم أن تشرح شرط الفأل، أخيرا أن تذكر الحكمة من مشروعية الفأل. والدين الإسلامي لا يأمرنا بشيء إلا لحكمة. نراجع ما تناولناه في الآن. نصل العمود ألف ب العمود باء. قول خير يا طير، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نصلها بأحد هذه الأربعة: كفارة الطيرة، موقف السلف في النهي عن التطير، تحريم التطير، ومثال على التطير. قول خير يا طير، أحسنتم، من الأمثلة على التطير، ونحذر منها ونحذر من حولنا منها. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أحسنتم، كفارة الطيرة. إذن من وقع وحصل منه زلل قال خير يا طير، مباشرة يتوب إلى الله ثم يقول أحسنتم، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حفظتم الدعاء؟ أحسنتم. هل الطير له علاقة في الأقدار؟ لا. هل النجوم، هل الأشهر، هل المواسم لها علاقة بالقدر؟ لا. كل الأقدار بتصريف الله عز وجل وحده لا شريك له. قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أحسنتم، هو دليل على تحريم التطير، هو دليل على تحريم التطير. إذا عرفنا كل هذا فيما مضى. هل يجوز أن الإنسان يتشائم بحدث لو حصل له في هذا الزمن وفي هذا التاريخ حدث عارض لا يحبه، وفي نفس التاريخ من الشهر القادم أو الأسبوع القادم أو العام القادم حصل له حدث أيضا مزعج له، هل يجوز له؟ هل هو مبرر ومسوغ أن يتشائم في هذا اليوم، وإذا أتى هذا اليوم يغلق على نفسه؟ لا، ليس مبررا أبدا، إنما هي أقدر له، وهي صدفة من الصدف التي حصلت، وقد تكون اختبار من الله عز وجل لك. فلا بد أن تجدد عقيدتك، وإذا طرأ لك طارئ تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. التفاؤل ضد التطير تماما، هو عكس التطير تماما. فما هو الفأل وما حكمه وما الفائدة؟ الدين الإسلامي لما يأمر بشيء لابد أن يكون هناك فائدة. سنعرف الفأل ما هو وما حكمه، ثم نعرف الفائدة. إذا تفاءل الإنسان ما الذي سيحصل له؟ ما الذي سيتغير؟ ما هي الإضافة التي سيجنيها؟ هذا كله سنتعلمه في درس اليوم بإذن الله. عناصر درسنا: تعريف الفأل، ثم حكم الفأل، وبعدها شرط الفأل، ثم أخيرا الحكمة من مشروعية الفأل. تعريف الفأل: الفأل هو انشراح الصدر وطمأنينته لما يسمعه الإنسان من الخير، وهو من إحسان ظن العبد بربه جل وعلا. تذكرون في التطير ذكرنا أنه سوء ظن بالله تعالى الله وتقدس، التفاؤل
حسن ظن بالله، أحسنتم. إذن الفعل هو انشراح الصدر وطمأنينته. لاحظوا، هو ليس إقبال أو إدبار، هو مجرد أنه ينشرح صدره وهو في ذات العمل، ويطمئن لما يسمعه من الخير، وهذا من حسن ظن العبد بربه. هل، ركزوا معي هنا، هل يوجب الفعل فعل شيء أو تركه؟ إذا تفاءل الإنسان يفعل الشيء أو يتركه بناء على الفعل؟ لا، لا يوجب الفعل فعل شيء ولا تركه. لماذا؟ لأن ذلك من جنس التطير الممنوع، مثل التطير، لما حصل له أمر يتفاءل به كان صارف نظر، لكن لما سمع كلمة مبشرة ونحوها يقدم، هذا من التطير. الإقبال والإدبار نتيجة لحدث عارض، هذا كله من التطير، سواء كان إقبال أو إدمار، لأن أصلا في الجاهلية كان من التطير أنهم إذا أرادوا أن يذهبوا لأمر، لتجارة أو غيرها، يطلقون الطير، فإن ذهبت لليمين أقبلوا، وإن ذهبت للشمال أدبر، هم أقبلوا، لكن هذا تطير محرم. واضح؟ إذن الفعل الذي هو حسن ظن بالله هو فقط انشراح الصدر وطمأنينته، لكن هل يوجب فعل الشيء وهو لم ينوي فعله؟ هل يوجب فعل الشيء وهو لم ينوي فعله؟ لا. هل يوجب ترك الشيء وهو لم ينوي تركه؟ لا. واضح؟ أما قول تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذه المقولة اشتهرت، هو حديث باطل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة. تفاءلوا بالخير تجدوه، مقولة سين أو صاد من الناس، ليست من مقولات النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، باطل، يعني لا نحكم له بسند ونحوه، باطل، ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قول سين أو صاد من الناس، واضح؟ إذا تفاءلوا بالخير تجدوا، هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا الفعل هو انشراح الصدر وطمأنينته لما يسمعه الإنسان من الخير، وهو من حسن ظن العبد. هل يبعث على فعل أمر أو ترك؟ لا، إذا وصل إلى مرحلة فعل أو ترك هو من التطير المحرم. تفاءلوا بالخير تجدوا، هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة التفاؤل ما ذكره البخاري في صحيحه في قصة الحديبية عن عكرمة رحمه الله، أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. تفاؤلا بمين؟ أحسنتم، بسهيل، تفاؤلا بسهيل بن عمرو. في قصة الحديبية لما جاء، هل هم أقدموا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أدبروا؟ لا، الحدث قائم، لكن تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم سهيل يسهل من أمره، مثل أن لما يقول فلان سميت ابني صالح، نقول نسأل الله عز وجل أن يكون له من اسمه نصيب وأن يكون عبدا صالح. لما يتسمى سين أو صاد من الناس باسم رجل فاضل، نقول له لعله أن ينال شيء من خصاله، من طيب كرمه، من انفعاله، فإحنا نتفاءل. واضح؟ أن يكون مريض فيسمح من ينادي يا سالم، فيتفاءل أنه يبرأ من مرضه وتفرح نفسه، هو طمئنان النفس، فرح واستبشار. هل يتغير شيء؟
ويستبشر خيرا لما يقول يا سالم يا رب سلامة لي مما أصابني. واضح؟ أن يكون ذاهبا لاختبار من أي نوع من الاختبارات فيسمع من يقول يا موفق فيستبشر بالفلاح والنجاح. مثل أن يأتي ويسمع والدته تدعو له بالتوفيق، هو يذاكر وهو مقدم على الاختبار، لكن وهو خارج سمع دعوات والدته، سمع دعوات والده، ووالدك يوصلك إلى باب المدرسة دعا لك، تقول إن شاء الله بإذن الله أن سيكون من أسباب توفيقي دعوة والدي ورضاهم عني. استبشر. مثل لما ينادي أحدهم يا دكتور فلان، ابني الطبيب فلان، ابني المهندس فلان، ابني المخترع فلان، استبشارا، هل هو أصبح مخترع؟ هو يستبشر به، هو يستبشر به ويحفزه. واضح؟ إذن من أمثلة التفاؤل ما رواه البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم، لما جاء سهيل بن عمرو في صلح في قصة الحديبية، إذا كان مريض فسمع من ينادي يا سالم فيتفائل أنه يبرأ من مرضه وتفرح نفسه، أن يكون ذاهبا لاختبار من أي نوع فيسمع من يقول يا موفق فيستبشر بالفلاح والنجاح. بالتعاون مع مجموعتك أعطني ثلاث أمثلة أخرى للتفاؤل. أمثلة أخرى. أحسنتم. أن يخرج لأداء مهمة فيرى صديقه سهل ويتفائل بتسهيل أمره، هو قادم، هو ذاهب إلى المهمة، لكن لما رآه يقول بإذن الله إنها بشارة من الله عز وجل، نتفائل أن أمورنا سهلة يسيرة. أن يمرض فيرقيه صاحبه ويتفائل بقرب العافية، يتفائل بقرب العافية، فعل الأسباب وكتاب الله عز وجل، لما سمع الدعاء، لما سمع الرقية، يتفائل أنها تكون سبب من أسباب العافية وقربها. أن يتفائل بتسمية صاحبه لابنه صالح تفاؤلا بصلاحه. فدائما ندعو الأسماء، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أننا نختار الأسماء ذات الاسم الطيب حتى يتفائل الإنسان، تكون من أسباب الفعل. واضح؟ دونتم الإجابة؟ أحسنتم. ما حكم الفعل؟ ذكرنا في الدرس السابق التطير أنه محرم. ما حكم الفعل؟ مستحب. الفعل مستحب، إذن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح ما هو: الكلمة الحسنة. وأولى الناس بالكلمة الحسنة نفسك، يكون الإنسان رفيقا على نفسه. والله عز وجل أمرنا بالرفق في سائر حياتنا، الرفق الطيب النافع. إذن حكم الفعل مستحب، يدل عليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل الصالح، الكلمة أحسنتم الحسنة. ما هو شرط الفعل حتى يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرط الفعل ألا يكون مقصودا، ألا يكون مقصودا بل يقع من غير قصد. تذكرون ذكرنا في بداية الحصة ماذا ذكرنا؟ لا يترتب عليه إقدام أو إدبار، لا يترتب عليه شيء. ألا يكون مقصودا بل يقع من غير قصد، لا كما يفعله البعض للأسف من البدع التي يفعلها البعض من التفاؤل بالمصحف. كيف يتفاءل بالمصحف ويظن أنه من التفاؤل المشروع؟ يفتح المصحف ثم يقرأ ما ظهر له من الآيات ويتفاءل بها. يأتي يأخذ المصحف ثم يفتح عشوائي، ثم الآية التي يقرأها يتفاءل
بها، هذا لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم ترد عن الصحابة، بل أن هذا الفعل للأسف يعد من التطير المنهي عنه، بل هو من التطير المنهي عنه شرعا، وهو بدعة لم يشرعها الله عز وجل ولم يشرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من مشروعية الفعل؟ شرع الله عز وجل الفعل لما فيه من المحاسن المتعددة، ومنها أن أولها هناك سوء ظن بالله، هنا فيه حسن ظن بالله، فيه القلب دائما متعلق بالله ويعتمد على الله عز وجل، هو لا يترتب عليه إقبال أو إدبار، لكن دائما يحسن الظن بربه، دائما المتفائل وينشرح صدره، دائما يبعث على الإقبال على العمل بانشراح وسعادة، حتى أنه لا يكترث للعقبات التي تعرض له، أيضا يدفع التشاؤم والتطير المحرم لأنه ضد له. افتحوا الكتب وأجيبوا معي بالتعاون مع مجموعتي، أذكر صورا للتفاؤل في الحالات التالية. في الفصل يدخل الطالب في فصله فيسمع اسم زميله الطالب سهل فيتفائل بسهولة الدراسة، في الطريق أعطوني كيف أنا في الطريق كيف أتفائل؟ أحسنتم، يجد في الطريق رجل اسمه سأل فيتفائل بتسهيل أمره. في البيت ذكرنا قبل قليل، أحسنتم، يسمع دعاء والدته عند دخول البيت له بالتوفيق فيتفائل بذلك، إن الله عز وجل سيوفقه في سائر أموره. في رحلة، كيف يجعل هذه الرحلة مليئة بالتفاؤل؟ أحسنتم، يخرج في رحلة عائلية في جو غائم فيتفائل بنزول المطر، يا رب أكرمنا بغيث من عندك. واضح؟ دونتم الإجابة؟ قارن بين التطير والفعل في الجدول التالي. التطير يتعلق القلب بغير الله بطير ونحوه، أما الفعل فالقلب دائما معلق بالله عز وجل، هنا فيه سوء ظن بالله، أما الفعل أحسنتم حسن ظن بالله، في التطير دائما تفتر أي أمر يعرض له يتشاءم مباشرة ولا يفعل الأسباب، أما المتفائل أحسنتم دائما همته عالية ويحرص على فعل الأسباب، دائما المتطير يتوقع الشر يغفل عن كل أمر جميل، دائما يتوقع الشر، أما المتفائل دائما يتوقع الخير. التطير يجلب الشقاء والهم والغم والألم، دائما ينتظر المصيبة التي ستحصل له والتي تشاءم بسين أو صاد من الأحداث، لكن الفعل هذا التفاؤل سبب أحسنتم للسعادة وسبب لانشراح الصدر. التطير في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أما الفعل يعجبني الفعل أحسنتم، إذن هنا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار هنا الفرق بين التطير والفعل. إذن تعرفنا على معنى الفعل وحكمه، ذكرنا شرط الفعل حتى يكون أحسنتم، حتى يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا ذكرنا الحكمة من مشروعية الفعل. بهذا ننهي هذه الوحدة، ندخل في وحدة قادمة بإذن الله، في الحصة القادمة نبدأ في درس إجابة من سأل بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.